ننتقل هنروح لشريف شعبان. شريف شعبان موجود دلوقتي في النادي الاهلي، في مقر النادي الاهلي في الجزيره. هينقل لنا بقى الاجواء هناك عامله ازاي، واحتفالات شم النسيم، واخبار الاعضاء مبسوطين هناك ولا ايه؟ شريف اتفضل. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عيد ربيع سعيد عليك وعلى كل مشاهدينا. اعياد الربيع ما فيش اجمل منها، شم النسيم، الفسيخ والرنجه زي ما بتقولي. يمكن النادي الاهلي فرع الجزيره، الفرع الرئيسي طبعا، الفرع التاريخي للنادي الاهلي، بيستعد لعيد شم النسيم. يمكن بدا من الساعه 11 صباحا في مهرجان للالوان للاطفال، وبعد كده للشباب الساعه 2 ظهرا. يمكن على المسرح اللي في خلفه هيكون في عروض ديزني واراجوزات، وعشان خاطر يسعدوا أطفال النادي الأهلي. الساعة 5:30 بقى السهرة الغناء، يمكن شاذة الساعة 5:30، الساعة 7:30 هيكون محمد رشاد. يمكن ده بروجرام النهاردة الحفلة. أي عضو النادي الأهلي بنقول له انزل تعالى فرع الجزيرة، تعالى هتستمتع النهاردة بالعروض، هتستمتع النهاردة، أطفالك هيستمتعوا، هتقضي شم نسيم سعيد. يمكن عشان نعرف أكتر تفاصيل كل ما يدار في النادي الأهلي معي مدير المقر الأستاذ خالد مرسي. الأول تحية شيما ومشاهدين ليك، وكل سنة طيب وسنة سعيدة كده وشكلها كده جميلة كده على النادي الأهلي. قول لي بقى بتستعدوا ازاي؟ أنا قلت البروجرام، قوله لي تاني برضو بس بتفصيل. أولا كل سنة طيبين، وبمسي على شيما. وزي ما أنت عارف وإحنا كإدارة نادي دايما بيبقى حريصين كل الحرص الحقيقة إن إحنا نساب الأيام السعيدة الجميلة دي على كل المصريين وعلى أعضاء النادي الأهلي. النهاردة مناسبة جميلة جدا، شم النسيم زي ما أنت قدمت كده حاجة جميلة جدا، وإحنا مستعدين الحقيقة بقالنا فترة بتبقى على اتم الاستعداد اداره النادي الحقيقه، وحرص شديد جدا من مجلس اداره ان احنا بقى على اتم الاستعداد لاستقبال الاعضاء، وبنوفر لهم كل سبل الراحه زي ما انتم شايفين. تند مغطيه عشان الجو طبعا حر شويه. من اسبوع انا شايف التند موجوده في كل مكان. الحقيقه دي عادتنا دايما، ومستعدين ومزودين عدد الكراسي بكميات كبيره جدا لاي عدد هيجي من النادي النهارده 10 15 ألف. احنا على اتم استعداد للاستقبال. كان حوالي 8 او 9000. وصل ل 10 كمان، لان يعني الجو لسه حر شويه. على الساعه 2 3 هتلاقي الناس بقت تتوافد اكتر. عندنا الحقيقه برنامج حافل جدا النهارده، بدا من الساعه 10 ومن الساعه 11 في منطقه الالعاب، في مهرجان الالوان للاطفال شغال من بدري جدا. يمكن سامعين احنا الميوزك هناك، ومن الساعه 2 هيبدا للشباب شويه الكبار. عندنا قدام الشاشه الرئيسيه هنا موضبين الكراسي، وفي ستيج كبير جدا معمول للبرنامج الحافل الجميل ان شاء الله اللي هيبسط كل اعضاء النادي. ده من الساعه 2 هنبدا ان شاء الله هنا برضو مهرجان اطفال كبير جدا، وشو اطفال وعرايس. وان شاء الله من الساعه 5:30 عندنا الحفله الرئيسيه للفنانه شذا، وبعديها ان شاء الله الساعه 7:30 في محمد رشاد. في بينهم هيبقى في برضه، مش هنسيب العضو بينهم برضه، احنا على طول يعني مش سايبينه. بينهم هيبقى في برضه شو اطفال، وفي برضه تنوره، وفي فنون شعبيه جايه. والحقيقه وزي ما انت شايف كده احنا مستعدين، واحنا كاداره نادي الحقيقه مستعدين لليوم ده من بدري، وشبه لاغين الاجازات والراحات للناس. والناس قاعده الحقيقه، موظفين الامن، موظفين الخدمات قاعدين براحتهم ومبسوطين لراحه العضو. وزي ما انت شايف كل المنافس كمان على اهبه الاستعداد، مستعدين ان هو النهارده كل اي حاجه متوفره للعضو. انا كمان داخل النادي لقيت عربيه اسعاف كمان للطوارئ، طبعا ربنا ما يجيب شر باذن الله. بس شوف الاهلي بيستعد في كل حاجه، مش سايب حاجه للصدفه يعني. ان شاء الله هي عربيه اسعاف عندنا على طول الحقيقه، يعني بصفه مستمره موجوده عند منطقه الملاعب. احنا ممكن نكون بنزود في اليوم ده عربيه ثانيه لاي ظروف، انت عارف بقى الفسيخ بقى وبس ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، واليوم يعدي على خير بوجود الاعضاء وبوجودكم معانا. وكل سنه وانتم طيبين، واحب اهني برضو في نفس الوقت ده اخواتنا الاقباط بعيدهم، كل سنه وانتم طيبين. كثافه في النادي يا باشا، دول في وسطنا ودول اخواتنا وحبايبنا. وعندنا كمان بالمناسبه الاسبوع الجاي داخل علينا الشهر الكريم، فكل سنه وكل المصريين والاهلاويه بخير يا رب، ويعود علينا الايام كلها بخير. انا بقول لك كل سنه طيب، وانا شايف الاستعداد قوي جدا، شايفك من 9 الصبح موجود يعني للاخر اليوم. باذن الله يكون يوم جميل، يوم يعني الاهلاويه كلها اعضاء النادي الاهلي تستمتع بيه. ان شاء الله الاهلاويه يتمتعوا، وان شاء الله ما فيش اي حاجه تعكر الجو النهارده ان شاء الله. شكرا. شكرا.